مدرستي الوطنية للتجارة والسياحة، ويتعلق الأمر بالأستاذة من وجهة نظر أكاديمية تضع الأسس الفكرية والمرجعية. أنا في هذا اللقاء السيد عمر تجمعتي رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية بجهة فاس مكناس، والذي سيشخص لنا المشاكل العملية المرتبطة بمناخ الذين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد مسؤولون يمثلون مجالات حيوية ولهم علاقة وطيدة يلتقي فيه الفاعل الترابي والاقتصادي بالفاعل الأكاديمي. La publication sur les prestations de services dans l'établissement scolaire de la région Fès Meknès. Et nous avons des publications d'un groupe de recherche dynamique au sein de notre établissement. Sefron, Boulman, Taza et Taounat. Riche de son patrimoine et de sa richesse naturelle, elle dispose d'un ensemble important d'atouts favorisant son développement économique et social. Sur le plan énergétique, le territoire dispose de l'un des plus importants réservoirs d'eau au Maroc, des sources propres d'énergie, notamment à travers l'installation du parc éolien de Taza. La région jouit d'une parfaite connectivité grâce à un réseau routier développé, son aéroport international, SEC. Autre atout humain formé et qualifié, elle compte 266 établissements de formation professionnelle, ainsi que de nombreuses écoles d'ingénierie spécialisées. Avec ses 6 universités, elle représente le premier pôle universitaire au niveau national, dont la plus ancienne université au monde encore en activité, Al-Qarawi. رمضان كريم المغاربة جميعا. المهم اليوم الانسجي كتنظم واحد لا طابل روند سور لانفستيسمون كوم لوفي دو ديفلوبمون نوتر ايكونومي سورتو ان بيريود دو كريز. الوغ بصفتي استاذه سلفالي ماريا استاذه باحثه في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير التابعه لجامعه مولاي اسماعيل، المداخله ديالي غادي تخص لو كوتي فينونسمون ديال هاد لي بروجي دانفستيسمون. دونك انا غنحاول نهضر على وسائل التمويل ديال هاد المشاريع هادو باش نقدروا اننا نخرجوها للارض الواقع، وغادي نهضر على شنو هما المميزات او لا بعض لي ديفيكولتي اللي كتعاني منهم الشركه المغربيه او لا المشاريع المغربيه في الحصول على التمويل. غادي نحاولوا نهضروا على المجهودات ديال الدوله من خلال لا كرياسيون دو بوكو دو برودوي دو فينانسمون جوستمون بور اكومباني هاد لونتربريز هادي، ونوقفوها على نحطوها بيان سور دون لي غاي ديال لو ديفلوبمون. Donc, comme j'ai dit, la table ronde, les invités de prestige, les invités du monde professionnel, on va débattre dans le cadre académique d'Yenna, comment carrément peut-on allier entre les porteurs de projets d'investissement et les établissements de financement, leur permettant bien sûr de mettre à jour leur projet d'investissement et développer. سعيد بالمشاركة في هذا اللقاء اللي يتحدث أو غايته المناقشة حول إمكانية دعم المقاولة والاستثمار بعد الخروج من محطة جائحة كوفيد 19 واللي تتنظمها لو ان سي جي، اللي أنا كنت سعيد جدا باش نحضر أول لقاء في هذه الكلية وفي هذه المدرسة في هذا الموضوع المهم بالذات الذي يعنينا في جهة فاس مكناس، وأحد الاختصاصات الذاتية للجهة اللي هي دعم المقاولة ودعم الاستثمار وكذلك كل ما هو رافعة اقتصادية. إذن ساهمت إلى جانب إخواني بكلمة متواضعة لكن لإكراهات زمنية سوف لن أتمكن من مواصلة مع الأسف المناقشة، وأتمنى أن تكون
لفرص أخرى للحديث إلى الطلبة والطالبات، على اعتبار أنهم هما المستقبل، هما إن شاء الله المعول عليهم في دعم المقاولة. تنظم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي إسماعيل طاولة مستديرة حول موضوع عنيد وراهنية كبيرة، هو الاستثمار كرافعة لأداء الشركات المغربية في ظل الأزمة. نعلم جميعا أن بلدنا مر بظروف صعبة خلال السنتين الماضيتين، كورونا كوفيد 19، واللي لقات بالدلة ديالها على المقاولات، وكانت اليوم فرصة لتنظيم هذه الطاولة المستديرة باستدعاء رئيس جهة فاس مكناس سي عبد الواحد الأنصاري، وكذلك مدير المركز الجهوي للاستثمار سي تازي، وكذلك رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية سي التجمعتي، لتدارس ما بعد الأزمة كيف يمكن للفاعلين الاقتصاديين أن يواكبوا المقاولة المغربية ومقاولة جهة فاس مكناس على الخصوص بعد هذه الأزمة. ما هي الإكراهات؟ ما هي المشاكل المطروحة؟ واليوم سنناقش كذلك ما هي استراتيجيات للدفع بالأمام ولإقلاع المقاولات المغربية والشركات بهذه الجهات العزيزة علينا. ولعل الحضور المكثف لمختلف الفاعلين الاقتصاديين لجهة فاس مكناس وحضور كذلك الأساتذة الأكاديميين وبالدرجة الأولى أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لا محالة سيستفيدون طلبة هذه المدرسة الفتية من خبرات هذا المتدخلين، ولي اليقين أننا سنجيب عن بعض الأسئلة التي تطرح اليوم. كيف يمكن مواكبة المقاولة جهة فاس مكناس في ظل الأزمة؟ ما هي الاستراتيجية اللي اعتمدتها الجهة لمواكبة المقاولات اللي عندهم صعوبات وبالخصوص بعد هذه الأزمة؟ وكذلك ما هو دور الفاعلين الاقتصاديين كالجهة كالكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية وكذلك المركز الجهوي للاستثمار لمواكبة ومساعدة المقاولات على الإقلاع؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.